إن الحبيبة مر من هنا. مسك الإنسان النقي الطاهر ما زال في كل زاوية هنا، سيبقى الأمين عظيما يسكننا. وجعا وجعا نشتاقك يا رسول الله، ماذا لو تراك بيننا؟ أكانت لا تئن الأرض، لا تبكي ولا تنطفئ السماء؟ أكانت المدينة زاهية راضية، شاهدة عنها قبة قباء؟ السكن والسكينة، بعتر النبي يا مكة رشينا. بماء زمزم الكريم اسقينا، ابقينا بجوار الكعبة الشريفة، والأكف مرفوعة لله حمدا. تلك سكن المسلمات والمسلمين، كيف لا نخشى؟ كيف لا نخشع غرثور يقابلنا يحاكينا؟ كيف لا تبكي الأمهات وتبكينا؟ وجعا نشتاقك يا رسول الله، وجعا. موعدكم القادم مع أمل أول وحصري، وثائقي من إنتاج شركة العوالي لخدمات الحج والعمرة، وتنفيذ شركة دريم آرت، إخراج زكريا ميموني. ترقبوا العمل قريباً.